نظام ديال المحاسبه بالعكس النظام اللي نتوما فيه دابا بالعكس اكثر حياديا. ثاني تدير الضريبه ديالك تقول لها شحال صوت واش غنخسر واش حال ربحت 1500 درهم هذه جاتني انا كثيره لان ما نقدرش نخلص غير الاولى دازت لي لا سينيسيس ما خلصت الثانيه والثالثه والرابعه ديال السنوات اللي فاتت. دابا سولت على لا سينيسيس بقيت حيدوها. هذاك السيد اللي تسجل في التقاعد وغنمشي معاك وبقى تيخلص في الدقائق وكما قلتي توعيه وسد هذاك المحل ما يبقى ماشي ما غياخذ لا روتريت غيبدا يتخلص وغتبقى عنده لا ميتيه لانه ولا داز من فئه داز لفئه اخرى داز الفئه ديال المتقاعدين غيبقى يتخلص ديالو وغتبقى عنده الصالير ديالو. هذه المعلومه راه ما كاينش عند الناس بزاف. كان لك 20 كتبقى كتسمو المرابعه. اما لك المحل محلول ولا شحال كتخلص ضريبه طبيعي الحال. وهذيك هذيك الاقتطاع ديال لا سينيسيس ولا هذيك التكلو ديال لا سينيسيس راه مرتبطه بالضريبه راه ما تخلصناش حنا خلص ديريكت مع الناس ديال الضريبه. تقول انا غتخلص في الضريبه والمساهمه ديال لا سينيسيس علاش هما سموها المساهمه المهنيه الموحده تتساهم في الضريبه اي في لا سينيسيس في الارض. السلام عليكم معكم عبد المطلب حبيز جمعيه الامل التجار اقليم اسفي. اليوم الجمعيه نظمت هذا اللقاء التواصلي بما كان استدعينا الناس ديال اداره الضرائب والناس ديال الضمان الاجتماعي وكانوا الاعضاء الجمعيه والمنخرطين ديال الجمعيه اللي اليوم كان لقاء تواصلي ناقشنا فيه بزاف ديال الامور كتهم المساهمه المهنيه الموحده اللي كانوا الناس ديال القطاع ديال التجاره اللي طرحنا بزاف ديال تساؤلات عن الممثل ديال اداره الضرائب والممثل ديال صندوق الضمان الاجتماعي وخرجنا بزاف ديال الحلول وبزاف ديال النقاط كانوا عندنا فيها المشاكل كنا ما عارفينهمش وفتحنا حوار بزاف ديال الامور اللي كتعلق بالتجاره وبهذه المساهمه المهنيه الموحده. والحمد لله احنا في هذا المسلسل اللي في هذا المشروع الملكي اللي عطى سيدنا الطراقه ديالو في 2020 احنا الحمد لله في 2023 وباقي الحمد لله باقي بزاف ديال التجار كينخرطوا في هذا المشروع الملكي واللي هو الحمد لله بزاف ديال الناس اللي رجع لهم بالخير وكان كان 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 حد نقطه ديال الانتظار ديال التجار مش حمل عام احنا كننتظروا في هذا المشروع الملكي الحمد لله اليوم بفضل سيدنا وادارات بما فيها اداره الضرائب والصندوق الوطني الضمان الاجتماعي قمنا الحمد لله بتعزيز هاد المشروع الملكي وهو الحمد لله غادي في انخراط وان شاء الله نجي ان شاء الله تكمل 2025 تيكونوا الحمد لله جميع التجار والمهنيين والحرفيين مستافدين من هاد من هاد من هاد من هاد الورش الملكي وشكرا. السلام عليكم معكم بابو حتمان رئيس جمعيه امل للتجار الاقليم اسفي. اللقاء التواصلي اللي كان اليوم ما بين التجار اللي هو كان في حقيقه هام واستفدوا منه التجار بزاف ديال النقاط منهم ديال لا سينيسيس ومشكله ديال الضرائب اللي كانت بزاف ديال النقاط غامضه والحمد لله بزاف استفدوا منها التجار بزاف في اطار يعني عرفوا اشنو هو الامو اشنو هو لا سينيسيس اشنو هما الحوايج اللي كانوا ما فاهمينهمش فهموهم اليوم بزاف ديال النقاط. كانوا الاخوان ديال الضريبه حتى هما اللي عطاو تفسيرات بزاف ديال الامور اللي كانت غامضه في الضريبه وعرفوا المساهمه المهنيه اشنو الدور ديالها وعرفوا حتى ان المساهمه المهنيه كانت عندها علاقه غير بالتغطيه الصحيه ثم كاين الا بغى يستافد من التقاعد راه غادي يمشي لا سينيسيس مباشره. هاد الحويجات اللي ما كناش كنعرفوهم كتجار ولكن الحمد لله في هذا اللقاء التواصلي عرفناهم وعرفنا بزاف ديال الحوايج وكانت نقاشات اللي الحمد لله استفدنا منها بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديرو جيم.